يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يتخذ الرقية مهنة ويتخذ لها مكانا معينا، فهل فعله صحيح؟ هذا خلاف الأولى، وهذا يدل على أنه لا يقصد نفع الناس، وإنما يقصد نفع نفسه وأخذ أموال الناس. هذا إذا كان يحسن الرقية، فكيف إذا كان لا يحسن الرقية ولا عرف بأنه من طلبة العلم، وإنما لما صار فيه دراهم جعل نفسه راقياً وفتح محل وحط بطاقات وأشغال وسعر، قال القارورة غير المركزة ب50 والمركزة ب100 ريال، وعمل له دعاية، كل هذا من البهرج والكذب على الناس لأخذ أموالهم. نعم.